قدماء المصريين لسه بيبهروا العالم بتقدمهم العلمي الكبير، ومن الواضح انه لسه العالم قدامه كتير قوي على ما يعرف ويكتشف كل الاسرار الخاصه بالحضاره المصريه القديمه. واكبر دليل على كده الكشف الاثري اللي تم الاعلان عنه خلال الايام اللي فاتت، واللي بيثبت قدره قدماء المصريين وتطورهم الكبير في علم الطب والجراحه. وده بعد ما تم العثور على جمجمه مصريه عمرها اكتر من 4600 سنه. أثبتت الأبحاث اللي اتعملت عليها أنه صاحبها أصيب بسرطان الدماغ وتم علاجه، وده بحث الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Medicine.